الخير عليكم، صباح كله نشاط، صباح كله حركه. معظمنا بيحب اللي هو يظهر عضلات البطن بتاعته ويكون شكلها ظاهر وشكلها باين اكتر، وعشان كده دايما تلاقي ناس كتير بتتمرن كل يوم عضلات البطن. بس عايز اقول لك حاجه، انت عشان تظهر عضلات البطن بتاعتك وتحرق الدهون اللي موجوده على البطن او اي دهون عموما في الجسم، محتاج ان انت تمشي على نظام غذائي يكون مناسب ليك، تعمل ديفيسيت كالوريز، كمان ان انت تدخل تمرينات مقاومه، وكمان تعمل تمرينات كارديو زي اللي احنا عملناها في حلقات قبل كده اللي احنا بنرفع بيها ضربات القلب بتاعتنا. عايزين النهارده نتمرن مع بعض مجموعه من التمرين، الهدف منها بقى هنقوي بيها العضلات بتاعه البطن بتاعتنا دي. احنا عارفين عضلات البطن بتاعتنا هي المثبت بتاع الجسم كله، الجزء العلوي والجزء السفلي، فلازم نقويها عشان ما يحصلش اي الام واي مشاكل في الظهر بتاعتنا. هنبدا مع بعض اول تمرين فيت اليفيتد كرانش. هرفع ركبتي فوق سنه كده وابدا اكرانش لفوق، بس اهم حاجه دايما وانا بطلع اعمل كرانشز دايما كاني باصص لحاجه فوق، لان في ناس كتير جدا بتشتكي من الام في الرقبه بتاعتها بعد تمرينات البطن. فخلي دايما الحركه بتاعتك زي ما احنا شغالين كده. عايزين نعمل 10 عدات. اكد النفس بتاعك شغال كده. اول تمرين عملناه، هندخل على اللي بعد كده. هعمل راشن تويست بس هزود الريزيستنس بتاعها شويه واعمل في هولد، بخلي رجليا كده مرفوعه، ظهري اتاكد ان هو مفرود، وابدا اعمل تويست يمين 20 عده. احسن الناس اللي شغاله معانا دلوقتي 6 7 8 9 10. كده خلصنا التمرين الثاني. هدخل على تمرين كمان، هنزل على ظهري واعمل ليج ريز. هبدا اطلع برجلي الاثنين مفرودين لفوق، بس اهم حاجه اتاكد ان ظهري كله يكون مفرود على الارض، وانزل بالراحه. هنبدا مع بعض 10 عدات. 2 3 4 5. بطلع وبنزل بالراحة عشان استفاد من التمرين. 6 7 8. واكمل 10 عدات. هندخل بقى على تمرين لعضلات الاوبليكس، عضلات الجوانب. هعمل هيب ريز سايد بلانك ويز هيب ريز. اتاكد بس الاهم حاجة الجسم كله على لاين واحد. ببدا انزل بوسطي واطلع 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بشتغل على الجنب اليمين 10 عدات، وبرضه بشتغل على الناحية التانية 10 عدات. هندخل بعد كده هنعمل آخر تمرين معانا بايسيكل كرانش. بحاول أخلي كوعي يلمس ركبتي بالتبادل بقى، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اكمل 10 عدات. وبكده نكون عملنا مجموعه تمارين لعضلات البطن بتاعتنا وقويناها. النصيحه اللي بنقدمها لكم في نهايه الحلقه بتاعتنا النهارده، اهم حاجه اهتم دايما ان انت بتاخد الاكلات الصحيه اللي هي تساعد جسمك يكون بشكل صحي وشكل افضل. نهتم ان احنا ندخل بروتين كويس لجسمنا، نقلل من النشويات اللي هي البسيطه، نحاول ان احنا ندخل دهون صحيه، كل ده بمعدل على حسب ما احنا ماشيين في يومنا ازاي. يعني دايما ننظم الاكل بتاعنا، نبقى عارفين احنا بناخد ايه في يومنا. كمان نحاول نشجع نفسنا ان احنا نشرب كميه ميه، نزود من معدل شرب الميه في يومنا، ندخل الخضروات والالياف اللي هي بتساعد كتير، اللي هي تخلي جسمك يحس بالشبع اكتر. اتمنى ان احنا النصايح والحاجات اللي احنا بنقدمها لكم تكونوا استفدتوا بيها، ونشوفكم في حلقه تانية قريب.